معلش من باب الفضول، مين اللي اختار الأسماء اللي حضرت الاجتماع؟ لأنه شايف القطاع الخاص كمان كان موجود. في الحقيقة كان عملية الاختيار بطبيعة يعني بطبيعة الحال تمت ما بين بالتنسيق ما بين مجلس الوزراء وما بين شركة اي اف جي هيرمس القبضة، وهذا الأمر يعني كما ذكرت حضرتك إنه في إطار حرص على التواصل مع القطاع الخاص. يعني صحيح. في نقطة مهمة أكد عليها السيد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع، وهي إنه الحكومة بتسعى لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة ل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبالتالي كان ضروري انه يكون الاجتماع بيدور حول كيفية دعم الدولة للقطاع الخاص وأهمية التواصل مع القطاع الخاص. يعني احنا الحقيقة ملاحظين بقالنا شهر او شهرين انه دي مش بس اقوال، دي افعال في فكرة دعم القطاع الخاص. وانا يمكن ما بسيبش حلقة ما بتكلمش عن الزيارات الميدانية اللي بيقوم بيها السيد رئيس مجلس الوزراء.